المسائي، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. إسبانيا تجدد موقفها بشأن مغربية الصحراء، وهو ما أكده رئيس دبلوماسيتها الذي حل بالمغرب في زيارة عمل التقى خلالها عدة مسؤولين، والمباحثات انكبت على تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين المملكتين الجارتين. ضيفنا من مدريد الأستاذ محمد الظاهري، أستاذ بجامعة كومبليتونسي. حوارات أطلسية لتسليط الضوء على أهمية ومكانة المنطقة الأطلسية على خريطة العالم، مؤتمر دولي انطلقت أشغاله اليوم بمراكش في دورة هي الثانية عشرة. إسرائيل عازمة على مواصلة حربها على قطاع غزة حتى النهاية، وهو ما أكده وزير الدفاع خلال لقائه اليوم بتل أبيب بمستشار الأمن القومي الأمريكي الذي حل بها في زيارة من يومين. وعلى الأرض ضحايا العدوان يدنو عددهم من 19,000 شهيد. تخرج دفعتي 2022-2023 من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، حفل التخرج رأسه اليوم رئيس الحكومة. أهلا بكم. زيارة لتعزيز التعاون بين الرباط ومدريد في مختلف المجالات وتأكيد أهمية الشراكة بين المملكتين الجارتين. زيارة وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني للرباط شكلت فرصة أخرى لتجديد موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية. خوسيه مانويل ألباريس أشاد أيضا بالتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، واصفا هذا التنسيق بالنموذج الحقيقي للتعاون الإقليمي في خدمة السلم والأمن والازدهار. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع رئيس الدبلوماسية ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما اليوم بالرباط. نتابع مع جد أبردان. إشراقة جديدة للعلاقات المغربية الإسبانية تحت دفء شمس الرباط. في زيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية رحب الجانبان بالتعاون المثمر في جميع القطاعات. بعد تأكيد موقفه الداعم لشرعية المغرب فوق صحرائه، ثمن خوسيه مانويل ألباريس تطور المعاملات الاقتصادية بين الرباط ومدريد. أرقام تتحدث عن نفسها وتتوج شراكة رابح رابح. تعاوننا الاقتصادي والتجاري سجل أرقاما قياسية في السنتين الأخيرتين. السنة الماضية مثلا بلغت المبادلات التجارية 20 مليار أورو لأول مرة بفضل نسبة نمو من نقطتين. إنها دينامية إيجابية في الاتجاهين، مما جعل من إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب. المغرب الذي أصبح أيضا ثالث سوق لإسبانيا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا خارج منطقة اليورو. في سياق عالمي يحكمه الاضطراب والأزمات المستمرة في الزمان، الشريكان جددا مشاعر الثقة والاحترام المميزان للعلاقات الثنائية، مشاعر تمكن من العمل جنبا إلى جنب خدمة للاستقرار والازدهار. بنات العلاقة في هذه المرحلة الجديدة على مبادئ الثقة، واللي كنشوفوها يوميا في التعامل مع قضايا حساسة مثل محاربة الهجرة السرية، مثل محاربة الإرهاب، مثل بعض القضايا اللي كتحتاج درجة كبيرة من الثقة واللي هي اليوم موجودة في علاقتنا. أجهزتنا الأمنية تواصل المجهود لمواجهة الإرهاب في سياق دولي معقد. ضمان الاستقرار في جهتنا أول أولوياتنا. في مباحثاتهما وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة توقف أيضا بإسهاب مع نظيره الإسباني عند التحديات المطروحة في منطقة الساحل. التنظيم المشترك لكأس العالم كان ملفا مطروحا للنقاش كذلك. وبخصوص العلاقات بين الرباط ومدريد، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الإسبانية الأستاذ محمد الظاهري، أستاذ بجامعة كومبلوتنسي. مرحبا بك سيدي. إذا العلاقات بين المملكتين الجارتين على الطريق الصحيح مع السعي يعني إلى تحقيق مزيد من التعاون الاستراتيجي، لكن قبل الحديث عن الآفاق، ما الذي ساعد على هذا التقارب وما أهمية ذلك بالنسبة للبلدين؟ ثم كيف نقرأ زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب في أول وجهة خارجية له في الولاية التشريعية الجديدة؟ أولا، هذا الانسجام والتناغم الذي شاهدناه أو تابعناه مؤخرا
هو يعني بدأ خصوصا بعد أن غيرت مدريد من موقفها بخصوص الأقاليم الجنوبية المغربية في شهر مارس من السنة الماضية عن طريق الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، والتي كان مهندسها وزير الخارجية ألباريس. وكما يعني ورد في الرسالة، الحكومة الإسبانية اعتبرت المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها من قبل المملكة المغربية سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع، وكذلك كون أن يعني تم احترام خارطة الطريق المتفق عليها خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز مع الملك محمد السادس في أبريل من السنة الماضية، والتي هدفت إلى التأسيس لعلاقات جديدة بين البلدين، كما أكد على ذلك اليوم وزير الخارجية الإسباني تحت شعار رابح رابح. هذا يعني كان في نظري يعني عاملين أساسيين خلف هذا التناغم والانسجام في العلاقات. أما فيما يخص دلالات هذه الزيارة، فأعتقد أنها دلالات متعددة الأبعاد، يتداخل فيها الاقتصادي والسياسي ولما لا الاجتماعي والثقافي كذلك. فكونها أول زيارة رسمية خارجية منذ تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة الشهر الماضي، ثانيا كونها تمهيدية وترتيبية كذلك لزيارة رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بداية السنة المقبلة. وهنا وجب التذكير على أن الزيارات التي قام بها بيدرو سانشيز منذ تعيينه يعني رئيسا للحكومة الجديدة كان في إطار مسؤوليته كرئيس للمجلس الأوروبي، بمعنى أن إلى حدود ساعة سواء زيارته للأراضي الفلسطينية أو زيارته لدبي أو زيارته لبروكسل تأتي في إطار مسؤوليته كرئيس للمجلس الأوروبي. أما كرئيس للحكومة الإسبانية ستكون أول زيارة للمغرب أوائل السنة المقبلة، وهذا من بين الملفات التي سيرتب لها وزير الخارجية الإسباني في لقائه بنظيره المغربي. نعم سيدي، يعني زيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية أكيد يعني ستشكل دفعة أخرى لهذا التعاون متعدد الأبعاد كما ذكرتم. ما أفاق ذلك في الشق الاقتصادي علما أن إسبانيا شريك أساسي للمغرب؟ نعم، هو الزبون الأول للمغرب والشريك التجاري الثالث، والمغرب الشريك التجاري الثالث يعني على الأقل خلال 18 شهرا الأخيرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يجب أن نذكر كذلك على أنه يعني ما يزيد عن 10,000 شركة إسبانية تصدر منتوجاتها إلى المغرب وعبر المغرب إلى دول أخرى أساسا بالقارة الإفريقية، كذلك ما يزيد على عن ألف مقاولة إسبانية تستغل أو تشتغل وتستثمر في المغرب، إضافة على مجموعة أبناك فتحت فروعها في المغرب. كما أن يعني المبادلات التجارية شهدت ارتفاعا يعني فاق 40% مقارنة بالفترة التي سبقت اعتماد خريطة الطريق الجديدة الموقع شهر أبريل من السنة الماضية، ومن المتوقع أن تكون يعني أرقام هذه السنة أعلى من النتائج المحققة. نعم. إلى الآن. نعم، يعني هي شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية أيضا، وكلها يعني إنجاز التعبير تتلاقح في تنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كذلك. أستاذ، يعني كيف سينعكس هذا التنظيم المشترك على تعزيز وتطوير المشاريع المشتركة بين الضفتين تحديدا بين الرباط ومدريد؟ نحن نتكلم عن يعني كأس العالم لسنة 2030، هي مناسبة للاحتفال بالذكرى أو بالمئوية الأولى لكأس العالم. ثانيا ستكون مناسبة أو ستكون يعني فعالية ستربط بين قارتين، بين القارة الأوروبية عن طريق إسبانيا والقارة الإفريقية والعالم العربي عبر المغرب. في نفس الآن ستكون مناسبة
للتعميق في مشاريع خصوصا بنيات تحتية مؤجلة بسبب الخلافات التي كانت على مستويات يعني لها علاقة بملفات أخرى، ومنذ أبريل من السنة الماضية تم يعني التعامل معها بجدية خصوصا من قبل الدبلوماسية المغربية بجدية وبذكاء، مما فرض يعني على الجارة إسبانيا أن تتعامل يعني مع المغرب تحت شعار رابح رابح. وكما قلت هذه البنيات التحتية تهم الربط القاري، بمعنى أنها بعض رجال المال والأعمال في أوروبا يفكرون في ربط يعني القطار السريع يخرج من باريس مرورا طبيعة الحال من المغرب إلى داكار على الأمد البعيد، ولكن على الأمد القريب على الأقل باريس مراكش. ثم يجب أن لا ننسى أن مردودية تنظيم كأس العالم على البلدان الثلاث البرتغال إسبانيا والمغرب حسب إحدى الدراسات المنشورة مؤخرا تقدر بحوالي 12 مليار يورو، إضافة إلى توفير ما يقارب 110 ألاف فرصة عمل. أضف إلى هذا أنه على الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية فمن المتوقع تحقيق عائد قدره يعني 4.5 يورو من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل كل يورو سيتم استثماره في تنظيم هذا الحدث، وهذا يهم الدول الثلاث إضافة إلى البنيات التحتية التي سيستفاد منها على الأمد المتوسط والبعيد. شكراً. خصوصا في حالة المغرب. نعم. شكرا لك الأستاذ محمد الظاهري، أستاذ بجامعة كومبلوتنسي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد. أهلا. وقبل لقائه برئيس الدبلوماسية المغربي استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الجانبان، ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة نوها بالمستوى المتميز للعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية التي يرعاها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيليب السادس. المسؤولان أشادا أيضا بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة القائمة على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة منذ أبريل 2022 بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس. وبين المغرب وأذربيجان علاقات وتعاون مشترك تطويرها خاصة على الصعيد البرلماني شكل محور مباحثات أجرتها بالرباط رئيسة الجمعية الوطنية لأذربيجان صاحبة غافاروفا في اجتماعين منفصلين مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين. غافاروفا جددت بالمناسبة دعم بلادها الدائم والثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. نتابع مع حمزة أيت مسعود. زيارة هدفها إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الجيد بين المغرب وأذربيجان وبين مجلس النواب والجمعية الوطنية لهذا البلد. اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية لأذربيجان كان فرصة لإبراز الإرادة القوية للجانبين بغية الارتقاء وتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور على كل الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين. رئيسة الجمعية الوطنية لأذربيجان صاحبة غافاروفا شددت على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وأذربيجان والعمل على توحيد المواقف خدمة للمصالح المشتركة. في ذات السياق شكل استقبال رئيس مجلس المستشارين لرئيسة الجمعية الوطنية لأذربيجان مناسبة للاعتزاز بالعلاقات بين البلدين وعمق الروابط الأخوية والثقافية، كون الزيارة تأتي في سياق احتفاء البلدين بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. استقبال رئيسة الجمعية الوطنية من طرف رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كان مناسبة للتعبير عن شكرهما لموقف جمهورية أذربيجان الثابت والداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، والتأكيد بالمقابل على استمرار الدعم المغربي لأذربيجان في مختلف المحافل الدولية من أجل الحفاظ عن وحدتها الترابية وسلامة أراضيها.
الزيارة خلصت إلى كون البلدين مدعوان لإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في المجال البرلماني من خلال تعزيز آليات الحوار والتشاور وجعله في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك. نتابع هذه المسائية من مراكش، بها انطلقت اليوم فعالية الدورة 12 من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حوارات أطلسية، أرضية تواصل بين 350 مشاركا من 60 دولة يبرزون على مدى أيام ثلاثة الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي. ريبورتاج وصال العلام والتحرير لحسن هبان. 350 شخصية مؤثرة تنتمي لأكثر من 60 بلدا من الدوائر السياسية والعسكرية والاقتصادية تشارك في جولات النقاش والحوار هنا في الدورة 12 للمؤتمر الدولي حوارات أطلسية. هذه هي الدورة 12 مهمة للغاية، لأن العالم الآن يتسأل عن أسباب عدد من الظاهرة. هناك تقارب ما بين ضفتي المحيط الأطلسي الأمريكي والإفريقي، وتتناول دورة هذه السنة من الحوارات موضوع أطلسي أكثر حزما أهميته بالنسبة للعالم، ويأتي استكمالا للمشاورات التي بدأت عام 2022 تحت عنوان التعاون الدولي في عالم متحور. ناقشنا كيفية دعم تعاون على ضفتي المحيط الأطلسي وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية كذلك، ويركز المؤتمر كذلك على إفساح المجال للشباب من المنطقة من خلال ضم 43 من القادة الشباب ضمن برنامج خاص لقادة الحوارات الأطلسية الصاعدين. النبأ الدولي نورده من قطاع غزة المحاصر تحت عدوان الجيش الإسرائيلي المتواصل دون هوادة، ما خلف حتى الآن استشهاد 18800 شخص على الأقل في وقت أكدت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أكدت أن النظام المدني هناك على حافة الانهيار والغزيون يائسون وجائعون ومذعورون. أيضا مستجدات الوضع في اليوم 69 من الحرب على قطاع غزة نتابعها مع شيماء العلام. في اليوم 69 من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تواصل إسرائيل عدوانها، وهي التي تضع هدف القضاء على حماس نصب أعينها، لا بل تصر وتؤكد ذلك غير آبهة بالمسنين الذين أصبح معظمهم مشردين بلا مأوى، ومن لم يشرد فقد استشهد. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم استشهاد أزيد من 18780 شهيدا وإصابة 50897 شخصا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. غير الصاروخ بنزل طبعا، ما قدرناش نحدد الصاروخ من غبار الردم. البيت هذا من 5 طوابق كله تدمر كامل، المصنع تدمر، عيالي هددتها كلها، عندي حركه 20 30 نفر كلهم هددتهم، الحمد لله اللي لحقت فيهم. اصبحت لا قيمه للمصاري، لا قيمه يعني احنا لما يكون معنا مصاري انه ما في، مش قادرين نلبي الاحتياجات الاساسيه اللي ممكن نعيش فيها. مع ارتفاع عدد القتلى ونقص الأدوية ونفاد تطعيمات الأطفال والجوع والانقطاع المجدد لكافة خدمات الأنترنت والاتصالات، فإن غزة تعيش كارثة إنسانية حقيقية، كارثة تقابلها ضغوطات دولية في وجه تل أبيب. دول العالم ترفع الصوت عاليا لوقف إطلاق النار تزامنا مع جولة مستشار الأمن القومي الأمريكي لبحث سبل هدنة جديدة. رغم مشاهد الألم والدمار، فإن مظاهر الصمود والتحدي التي يحياها أهالي غزة لا تتوقف. المسائية متواصلة وفيها أيضا السياحة المغربية تستعيد نشاطها بشكل جلي وتحطم أرقام السنة الماضية. وسفيان المغربي صانع محتوى يروج للمملكة يحظى بلقب أفضل صانع محتوى. كما ورد في العناوين، عجلة السياحة ببلادنا تستعيد سرعة دورانها، فقط خلال الأشهر 11 الأولى لهذا العام استقبلت المملكة 13,200,000 سائح، ما يزيد ب 36% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بل هو رقم يفوق الرقم القياسي لسنة 2012 بأكملها، حينها أي على مدى 12 شهرا بلغ عدد الوافدين على المغرب 12 مليون و900 ألف سائح، أرقام تبرز الدينامية التي يشهدها القطاع، وكذا تعزز تحقيق هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية هذا العام وفق بلاغ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وحول هذا الموضوع نستضيف مباشرة من الرباط نبيل بورايسي نائب رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بالرباط. مرحبا بك سيدي. هي إذن أرقام مبشرة بخصوص القطاع السياحي ببلادنا، فقط في شهر نوفمبر الأخير زار المغرب مليون سائح، يبدو أنه يعني تمكنا من تجاوز وبشكل جلي صدمة كورونا وتداعيات الزلزال بالمناطق التي ضربتها يعني هذه الكارثة الطبيعية. ما الذي مكن من تحقيق هذه النتائج؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. بالفعل الأرقام اللي مطروحة الآن فهي أرقام جد جيدة، كانت حددتوا على 13.2 مليون سائح فيما تم شهر نوفمبر، ولا تحدثنا على شهر نوفمبر تقريبا درنا مليون سائح اللي تمكنا باش نفوتوا السنة المرجعية نتاع سنة 2019 اللي في سنة 2019 كلها درنا 12.9 مليون سائح، يعني واحد التقدم اللي هو كبير، ومقارنة بالسنة الماضية راه قدنا نفوتوا واحد 36% مقارنة مع 2022. هاد الأرقام هذه ما جاتش من عبث، هاد الأرقام جات من مجموعة تاع الأعمال اللي دارتها وزارة السياحة مع الشركاء ديالها. المغرب الآن الحمد لله كيتمتع بواحد التنوع ثقافي وواحد التنوع طبيعي كبير. كذلك البنيات التحتية اللي موجودة الآن في المغرب، اللي هضرنا على المطارات وعلى السكك الحديدية ونركز على الفنادق، الآن موجود واحد التنوع كبير في المنتوج السياحي، يعني مجموعة تاع الطبقات اللي يمكن لهم يزوروا المغرب ويستافدوا من جميع الأصناف تاع الفنادق ديالها. كذلك ما ننساوش الأمن والأمان اللي كيتمتع به المغرب، اللي ما معطيش المجموعة تاع الدول المنافسة ديالنا. كذلك خارطة الطريق اللي تنزلتها وزارة السياحة 2023-2026 واللي جات بالثقل ديالها باش نحققوا واحد الارقام قياسيه. نعم سيدي. كذلك هاد خارطه الطريق اللي توضعت لها واحد الميزانيه كبيره كتمثل في 6.1 مليار درهم باش نقدروا حنا في افق 2026 نحظاو ب 17.5 مليون سائح اللي يكون في ذاك السنه في المغرب. كذلك توفير 200 الف فرصه شغل بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره، وكذلك باش يكونوا العائدات على الخزينه نتاع البلاد اكثر من 120 مليار درهم بالعمله الصعبه. سيدي ماذا يعني هذه الامور هذه عن كاملة الفاعلين. ماذا عن جهه الرباط سلا القنيطره، يعني كيف هو اداء هذه الجهه في هذا السياق؟ بالفعل جهه الرباط القنيطره كتعرف واحد الامتياز كبير في السياحه، حيت كاين واحد التنوع في المنتوج السياحي. الان الشركاء العالميين والمستثمرين العالميين كيطلبوا الود نتاع مدينه الرباط باش يجيو يستثمروا فيها. الان كنشوفوا فنادق عالميه اللي كتنتمي لسلاسل عالميه كلها جات الان مدينه الرباط. مدينه الرباط الان ولا فيها واحد التنوع، ما بقيناش كنعتمدوا غير على السياحه نتاع رجال الاعمال، ولكن ولات الان السياحه الداخلية، كاين سياحة المؤتمرات، وما نساوش السياحة الرياضية. الآن الحمد لله المغرب انفتح على مجموعة نتاع الأوراش، مجموعة نتاع شركاء جدد، ما بقيناش كنرتكزوا على الشريك الأوروبي فقط، ولكن بين قوسين بعد المونديال 2022 في قطر اللي المغرب دار فيه واحد الضجة عالمية اللي عطات واحد الأكل ديالها في المجال السياحي، الآن فتحنا على مجموعة تاع الأوراش جديدة، مجموعة تاع الزبناء جدد اللي في أمريكا الجنوبية في دول الخليج. واضحة الفكرة، واضحة السيد. نعم تفضل بعجالة من فضلك. السياحة كتعرف غير واحد الحاجة مهمة تفضل. بأن الصمود نتاع السياحه الوطنيه رغم مجموعه نتاع الازمات، ما نساوش بان الزلزال مراكش اللي كان، كذلك الحرب اوكرانيا بين اوكرانيا وروسيا،
دون إغفال التوتر اللي موجود الآن في الشرق الأوسط. هذه عوامل ما أثرتش على السياحة الوطنية المغربية. كذلك خصنا نديروا يد في يد باش نزيدوا بهذه السياحة إن شاء الله، باش مثلا 2023 نقدروا نديروا 14 مليون سائح، اللي غادي يكون واحد الرقم كبير اللي غادي يدخل الخزينة نتاع البلاد واحد إن شاء الله. شكرا لك السيد نبيل البورايسي، نائب رئيس الجمعية الجاوية للصناعة الفندقية بالرباط، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مكتبنا بالرباط. جرت اليوم جولة جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي لأطر التعليم الذي تم تجميده بعد موجة احتجاجات وإضرابات خاضها رجال التعليم. الناطق الرسمي باسم الحكومة قال عقب المجلس الحكومي ليومه الخميس، قال إن المفاوضات ما تزال متواصلة لتجويد بعض فصول النظام الأساسي. نتابع هذا التصريح. النقاش ما زال مستمرا لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بالعملية الأخرى المرتبطة بتجويد النظام الأساسي، باش هذا الملف هذا بشكل سريع وعاجل يعني نكونوا انتهينا منه، وباش إن شاء الله الموسم الدراسي يمشي في ظروف طبيعية وفي ظروف عادية، والحكومة لا تستهدف من هذا النقاش كله إلا غاية واحدة، هي إصلاح المنظومة التعليمية، هي رد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس، وهي طبعا الجودة ديال التعليم لأبنائنا. وعن جلسة اليوم التي جمعت الحكومة بالفيدرالية الوطنية للتعليم، نتابع تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شكيب بن موسى. تم هذا الصباح واحد اللقاء ديال اللجنة الوزارية مع وفد هام ديال الجامعة الوطنية للتعليم. كانت مناسبة باش نستمعوا لكل انتظارات لرجال ونساء التعليم ممثلين من هاد النقابة اللي هي ما بين النقابات اللي هي أكثر تمثيلية. بطبيعة الحال كان نقاش حول النظام الأساسي، كان نقاش اللي أيضا طرق المواضيع عندها علاقة بالدخل ديال الرجال ونساء التعليم، وبعض النقاط اللي هي فئوية. كان واحد العرض ديال الوزارة اللي هي وديال اللجنة الوزارية اللي هي اليد الممدودة باش نفتحوا المجال يكون نقاش ديال كل مواضيع، ولكن شرطة باش يكون استئناف الدراسة وكل نعاود رجال ونساء التعليم يرجعوا للأقسام والتلامذ يرجعوا للأقسام باش نضمنوا الزمن المدرسي لهاد التلامذ. هناك واحد طلبوا باش يكون واحد ياخذوا واحد المهلة ديال 24 ساعة، وغادي يتم اللقاء استئناف هذا اللقاء يوم الغد. بعد سنتين من التكوين نظم مساء اليوم حفل تخرج دفعتي 2022-2023 بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، دفعة من شباب وأطر وكفاءات عالية مهمتها تقديم أفضل الخدمات للمواطن في الإدارة المغربية. تفاصيل الحفل الذي يترأسه عزيز أخنوش في ريبورتاج لمحمد بوبكر ومصطفى السعدوني. تميز أداء الإدارة في خدمة المواطن يكمن في قدرة موظفيها على تحقيق أعلى درجات الفاعلية. المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط تحمل على عاتقها مسؤولية تزويد الإدارة بكفاءات عليا. بعد سنتين من التكوين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يشرف على تخرج 100 مدبر عمومي من طلبة سلك التكوين الأساسي. التكوين ديالنا في المؤسسة كان تكوين افونغارديست فيتوريست، اللي تعلمنا فيه مهارات وخبرات اللي غادي نستمروها في الإدارة. كانت اون فورماسيون دو تري اوت كاليتي اللي مكنتنا من اننا نكتسبوا مجموعة من المهارات والمكتسبات تحت الإشراف ديال الإدارة ديالنا ديال المدرسة، وكذلك الخبراء والأساتذة اللي واكبونا في هذه المرحلة. هو تتويج لمسار بيداغوجي وأكاديمي مكثف يحملون شواهد نهاية التكوين كرمز لعبورهم إلى عالم الإدارة. مسار تكويني تضمن زيارة ميدانية لعدد من الإدارة العمومية والجماعات الترابية. حفل تسليم
دبلوم المدرسة لفوجين، فوج 2022 وفوج 2023. هذا الحفل يأتي لتتويج مسار مهني وبيداغوجي. مسار حافل تلقينا فيه مجموعة من المعارف اللي غتمكننا من أننا نكون أهلا لمناصب المسؤولية مستقبلا. حفل تخرج طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة يتزامن هذه السنة مع الذكرى 75 لتأسيس هذه المؤسسة. بنو بركان الذي انتقل إلى هولندا في 20 من عمره اهتم بإصدار الكتاب قبل أن يختار أن يساهم من جهته في إشعاع المملكة والتعريف بها. اختار لذلك صناعة المحتوى عبر منصة التيك توك، المنصة التي منحته مؤخرا لقب أفضل صانع محتوى بالشرق الأوسط. يتعلق الأمر بسفيان المغربي. وسفيان المغربي ضيف ركن المسائية، يحدثنا عن هذه التجربة في عالم صناعة المحتوى. مرحبا بك. السلام عليكم لاله الرحمه، شكرا على الاستضافه، شرف لي نكون في بلاطو ديال دوزام. مرحبا بك. الله يبارك فيك. اذا يعني تجربتك في صناعه المحتوى انطلقت يعني قبل اقل من عام. صحيح. ومع ذلك يعني حظيت بلقب افضل صانع محتوى، كيفاش تلقيتي هذا التتويج ان صح التعبير، وكيف سينعكس ذلك على مجهوداتك في المجال؟ هو يعني بسيط جدا. سبحان الله، انا اختاريت اسم المغربي وهذا الاسم طلعني للفوق، يعني عطاني شهره كبيره في التيك توك. وقلت علاش ما، حيت انا سميت نفسي سفيان المغربي كاسم شهره، علاش ما نستغلش باش نبين بلادي ونطلع الاعلام الفوق. انت بغيتي تبين بلادك من خلال اختيار الاسم، ولكن حتى الاسم عاونك باش تنجح. ماشي عاوني، كان له كبير الفضل. ما شاء الله، يعني شرف لي كاني مغربي، يعني حتى الاسم ديالي طلعني للعالميه الحمد لله. واش كنتي كتوقع ربما هذا النجاح في الظرف القصير؟ لا، انا بصفه عامه كنت يعني دراسه مشروع، يعني انا تاجر و بزنس، يعني درست مشروع، كنت نشوف كيفاش تيك توك يخدم، كيفاش كومون سا مارش، يعني اون جينيرال. ولكن سبحان الله تلقيت واحد التفاعل كبير مع الناس في تيك توك، وهو اللي يعني مهم جدا انه الناس خاصها تعرف تيك توك واحد البلاتفورم اللي هي يعني ما تصوريهاش كبيره بزاف، وتقدري توصلي للناس في انحاء العالم. انا عندي ناس يعني محبين من الكويت، من قطر، من الصين، من اندونيسيا، يعني اصدقاء يعني على المنصه، ويوميا يتابعوك ويوميا يتكلموا معك. وسبحان الله يعني حاليا بزاف ديال الناس اللي كيجيو للمغرب بسبب انه يعني يبغيونا، وكيجيو كيمشيو من طنجه الى القويره، يعني الحمد لله. ما الذي، شنو اللي كتقدموا تحديدا في المحتوى ديالك، وشنو اللي كتحرص عليه في صناعه المحتوى؟ نعم، هو بصفه عامه كل واحد خصو يكون نفسه في الـ في الـ في على المنصه. يعني انا شنو اختاريت كنستضيف ناس يعني من كل انحاء العالم، يعني نستضيف عندي اصدقاء في قطر، اصدقاء في الكويت، أصدقاء في فرنسا، أصدقاء في هولندا، أصدقاء في أمريكا، يجيو عندي على البث ونتكلموا على الثقافة ديالهم والثقافة ديالنا، ودائما يسولوني غير على المغرب. فين شنو الأكلات المفضلة عندكم؟ كنعرفوا الطاجين، كنعرفوا الكسكس، كنعرفوا هذه، وهذا هو اللي سبحان الله عطى يعني واحد التأثير كبير على الاسم ديالي في تيك توك، وعلى يعني كيفاش الناس توصل لعندنا يعني المنصه. جميل. يعني شنو اللي كيميز المحتوى الجيد على المحتوى اللي ربما نقولوا انه غير جيد، يعني خاصه وان من هذا النوع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي يعني متاحه للجميع، شنو هي الشروط باش يكون عندنا محتوى جميل أنا ومفيد؟ سهله بزاف. هو تيك توك بصفه عامه ذكاء اصطناعي، تعطي له لينيرجي بوزيتيف يوصلك فين بغيتي، تعطي له لينيرجي نيجاتيف يوصلك فين بغيتي. يعني هذا هو بصفه عامه تيك توك. وانا الحمد لله احنا مغاربه، وكاع الشباب يعني ما شاء الله، الشباب اللي برا في المغرب وداخل المغرب اللي كنشوفهم من صد تيك توك، يعني انا كنسميهم سفراء المغرب بصفه عامه، لانه يعني كنعطي واحد الفكره، وكنعطي واحد صوره جميله على بلادنا، ورافعين الاعلام ديال بلادنا ما شاء الله عليهم. يعني يمكن من كناخذوا يعني الموضوع الجيد والطريقه ديال التقديم ديالو الجيده. نعم. بحال هكا ربما كنستغلوا اجمل ما في هذه المنصات.
ما شاء الله يعني حتى البساطة مش يعني أنك فنان ولا تكون دكتور ولا فيلسوف ولا أي لا والله البساطة اللي تقدمها للناس بالعكس قد يحبوك أكثر من الإنسان الآخر. بالتوفيق سفيان المغربي، شكرا لك على حضورك معنا. بالتوفيق. شكرا لله. مرحبا. في ختام هذه المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها. إسبانيا تجدد موقفها بشأن مغربية الصحراء، وهو ما أكده رئيس دبلوماسيتها الذي حل بالمغرب في زيارة عمل التقى خلالها عدة مسؤولين، والمباحثات انكبت على تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين المملكتين الجارتين. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام بوا إما تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.